بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الأعزاء أسعد الله صباحكم هذا يوم يوم الاثنين الموافق لشهر الموافق ثمانية جويلية أي شهر عيد الاستقلال نرحب بكم من جديد في حصة خاصة مواصلة لتقديم الكتب التي أصدرت مؤخرا بداية كنا مع الدكتور بيزيد يوسف حول كتابه في تشير او اداره المخاطر كتاب جميل ثم تلاه كتاب عبد الحميد بسر في التاريخ حول الثوره في المنطقه الموسوم بدوريه نحو الجنوب العرق الشرقي الكبير وتشوف اليوم ايضا نلتقي مع مؤلف اخر واصدار اخر هذا الاصدار هو فلسفه الحضاره لصاحبه الكاتب والمؤلف والفيلسوف محمد حفصي، هذا الكتاب الذي يعتبر من الحجم الكبير فيه حوالي 584 صفحة، كابيلو وري الكتاب. نعم، هذا الكتاب حقيقة من نقدر الفصل من الكتب الفكرية الفلسفية التي تعنى بالحضارة والكتابة على الحضارة، هذا الكتاب صاحبه معروف بنزعته العقلية لوغوستي كما يحدث هو ومقارباته الفلسفية لكثير من المواضيع المطروحة على مستوى الاجتماع، على مستوى الحضارة، على مستوى <applause> كل العلوم الموجودة دائما يريد يعني أن يعطيها بعدها الفلسفي. نتشرف اليوم بالاستاذ محمد حفصي اهلا وسهلا بك. شكرا الله فيك. محمد حفصي هو رجل معروف على مستوى الساحه الثقافيه في الواد وهو رجل من الذين استطيع القول رافقنا كثيرا في كثير من الندوات وكثير من المجالس والنوادي والجمعيات التي كانت هنا في الوادي منتدى الاثنين جنان الصبات رابطه الفكر والابداع جمعيه العمود ديما حاضرا بارائه وبافكاره الحاده ورجل صعب المراس فكريا في تشبثه برايه وافكاره ويدخل في جدالات كبيره حواريه حول كثير المواضيع المعروفه ودائما احد الوجوه التي تثري هذا الفكر وتثري هذا الحوار وتثري <applause> تثيه من خلال قراءته الكثيره والمتعدده والكتاب هذا الثاني اعتقد الكتاب قبله فلسفه اللغه والفكر فلسفه اللغه والفكر اليوم فلسفه الحضاره عم. دائما انت تكتب الا الفلسفه ومواضيعك دائما مرتبطه بالفلسفه عم. فلسفه الحضاره اولا وقبل كل شيء لما نتحدث عن محمد حفصي لابد ان نعرف سيرته الذاتيه بالدرجه الاولى راح يقدم لنا محمد حفصي نفسه دراساته اهتماماته الفكريه والثقافيه والمراحل التي مر بها علميا وعمليا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وبعد شكرا سي احمد على هذه المقابله التي ستكون ان شاء الله ثريه وبارك الله فيك وأنت متفاني في هذا العمل ونتمنى لك النجاح في المستقبل وشكرا. أنا حفصي محمد من مواليد 1954 في سد عمران جامعة. نعم. جامع. من العائلات السوفية التي هاجرت إلى ودريخ. ودريخ نعم. نعم. في هاجرنا في في الستينات. نعم. و دراستي إلى سنة نهائية رياضيات في أه في ثانوية الأمير عبد القادر بتقولت ثم اه انتقلت إلى مدينة وهران في السينيا فتحصلت على شه... على تكنسيان في القياسات في المراقبة والقياسات كنترول ثم عملت في سناتراك ثم استقلت من سناتراك وقعدت وبدأت أعمل حرا إلى أن سنة 90 دخلت البلدية ثم أه وصلت تعليمي كنت رئيس بلدية رئيس بلدية في مرحلة رئيس بلدية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنة 90 أيوه 90 ودخلت السجن إلى آخره ثم أه في بعد في 94 و95 تحصلت أه على على البكالوريا المكافئة مهو. من جامعة التكوين المتواصل وتحصلت على دبلوم دييا في العلاقات الاقتصاديه الدوليه ودويا في في الانجليزيه التقنيه. شهاده شهاده تطبيقيه شهاده تطبيقيه نعم شهاده تطبيقيه و وكنت اهوى اهوى ماده الفلسفه نعم. انا من هاوى من هاوي الفلسفه لا لا, لا استاذ اكاديمي وانما اهواها فقط واحب المطلعات والمناقشات والنقد اذا هذه علاقتك بالفلسفه في كل مواضيع انت لم تدرس الفلسفه لا أبداً اكاديميا ولا درستها شخصيا الفلسفه هوايه عندك درستها شخصيا وهوايه اه ميولك من, من للفلسفه منذ الصغر منذ الصغر نعم منذ الصغر وساعدني فيها لاني كنت متخصص في في الليسي رياضيات الرياضيات والرياضيات هي الصوره النهائيه لتفكير التفكير المنطقي التفكير الفلسفي التفكير والمنطقي وكذا وقد قال لي استاذ الفلسفه اترك الاختصاص لاهل الاختصاص مم. ما دخلك في الفلسفه مم. فقلت له انا كتبت هذي هذين الكتابين اللذين هما فلسفه اللغه والفكر وفلسفه, وفلسفة الحضاره, الحضارة. فان وفقت ووافق الناس على أفكاري فأصبحوا فيلسوف وإذا كان لم يعجبهم ولم وترى ان ويظهر ان الافكار خزعب وخزعب افكار عباره على خزعب فليرمى به عرض الحائط ولكن ولكن الكتابه الفلسفيه هي كتابه النخبه النخبه وليس كتابه العامه حتى تقول الناس اذا اعجبهم ولم يعجبهم هي كتابه دائما لاهل المنطقه اهل الرياضيات اهل العلوم لأن الفلسفة راقية بأفكارها أو مستواها العلمي ليست متاحة لكل لي الناس نعم 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 ولكن الفلسفة ديما خاضعة للنقاش والنقد أكيد لكن في, لأن في الأفكار في الطبقات العليا من المثقفين والمفكرين وليست من الطبقة العامة حتى المتناول الكتب بتاع الفلسفية قليلة لأن ها. التفكير الفلسفي موجع للرأس موجع للرأس ويتطلب وقت كبير على حسب الإنسان وحسب رزقه وحسب مادته لأنه يجب عليه أن يتخصص في في هذا الكتاب الأخير هذا قضى أربع سنوات تقريبا في تأليفي استقراق أربع سنوات حتى ألفته و... وتكلمت فيه مواضيع كثيرة لا. لا. نأتي الى, الى, إلى هذا الكتاب الكتاب هذا حجمه قو... كبير وتجاوز 500 صفحة عندما ناتي للكتاب من حيث البناء شكلا ومضمونا نجد هذا الكتاب عنده مقدمه هو عباره على توطئه قدمتها انت لهذا الكتاب لم يقدم لك في شخص قدم هذا الكتاب ابدا هي قراءه مقدمتك هي عباره على توطئه لهذا الكتاب ثم كنت ابحث عن فصول ابحث عن في هذا الكتاب حتى يسهل للقراء معرفه الكتاب بتمفصلاته يكون فيه فصول يكون فيه محاور كبرى تكون فيه هو عباره على 57 موضوع 57 موضوع نعم. متراكمه نعم. متراصه نعم. بعناوين جزئيه لكل موضوع تحدث فيه عن الماده تحدث فيه عن التاريخ <applause> تحدث فيه عن الاسره عن علم الاجتماع تحدث فيه عن اللغوص تحدث فيه كثير هي عناوين موجوده لماذا هي هي كان في الحق سي احمد كاين في صفحه لو على 12 اها 12 في هذا الكتاب نعم آه آه تحوي تحوي على مفتاح الكتاب اي صفحه إشكالية. 12 معناها بدايه الكتاب الاشكاليه تحدث فيها عن فلسفه اصل الاصول عرفتوا فيها الاشكاليه فوق في الصفحه فوق الاشكاليه هي هي. والاشكاليه تقول هذه هذه صفحه 12 تقول اصل الحضاره ونشاتها ومكوناتها ومركباتها ومركبها وتفاعلاتها ومن بعد قلت فلسفه اصل الاصول أيه ثم رحت فرضيات نشاه الحضاره نشأت دخلت مباشره أيه في تعريفات أيه والتعريفات تستند الى علماء ومفكرين كتبوا على الحضاره هل هي اتيت أيه هي ليست تعريفات أيه هي هي ان اشكاليه مكونات الحضاره اشكاليه, آه. إشكالية مكونات اشكاليه الحضاره هي هي تتمثل في اثنين إثنى إثنى نقطتين نعم تحديد مفهوم الحضاره ومساله الحضاره مم. تحديد مفهوم الحضاره ومساله الحضاره مم. والكتاب هو يجيب على على مساله الحضاره مم. تحديد مفهوم الحضاره باعتبار ان الحضاره هي هي الانتقال مم. المستمر من مرحله البداوه الى مرحله المدنيه او من مرحله الف الى مرحله باء فانت مثلا عندما تصل الى مرحله باء وانك لا تستطيع الرجوع الى مرحله الف التي انطلقت منها فقد تحضرت او لكن ولكن تعريفاتك للحضاره تعود تعود الكثير للكثير من الذين كتبوا على الحضاره تسمح لي احمد اه وقلت ان الـ ان, أن مساله الحضاره عناصرها او فيها فيها 14 مشكل تتمازج هذا اشكاليه الكتاب تقصد دي. اشكاليه الكتاب تتمازج تلك تلك النقاط ال14 وتكون ما يسمى اذا كان اذا كان توحدت مع بعضها وانسجمت كالجوق الموسيقي وكانك تتحدث عن شروط شروط الحضاره عن شروط الحضاره اذا كان انسجمت ال14 نقطه ينتقل الانسان من مرحله الف الى مرحله باء وإذا كان في محل جبال يكون في محل نأتي إلى عنوان العنوان الموسوم بهذا الكتاب فلسفة الحضارة إيه؟ آه هذا العنوان متداول ومستنزف هناك فلسفة الحضارة لملك بن نبي ولكن هناك ولكن خليني أكمل شوي بعد خليني آه أيوة تفضل كاين فلسفة الحضارة لأرلوند توينبي فلسفة الحضارة اللي اسمه شبينجر اللي تحدثت عليه شبينجر ولا شبينجلر ايوه Spingler. وكثير من الذين كتبوا في هذا الجانب اذا هذا العنوان الا ترى انه عنوان متداول كثير خاصة في معرفة الحضارة وماهيتها وبداياتها وتشكلاتها وابعادها ومكوناتها، انت لم تأتي بجديد هذا هذا شيء موجود ولكن الذي اسأله هنا ما هي منهجية بحثك في هذا الموضوع حول الحضارة الحضارة او ما هو جديد كتابك في هذا في هذا الحضارة؟ من نعم نعم خلال العنوان نعم ف... سؤال, سؤال وجيه هو هو في الحقيقة عند دراستي لمختلف المواضيع المواضيع هكا اللي تناولها الفلاسفه والمفكرين وجدت فيها 14 نقطه. نعم هذه 14 نقطه او 14 مشكلة هذا جديدك هذا جديد 14 مشكل نعم وهذه الـ وهذه ال 14 مشكل لم اجدها وان كانت موجوده بطرق مختلفه لمختلف المفكرين م. ولكنهم لم يوضحوها توضيحا كاملا مه. مثلا عندي انا مثلا الثقافه م. ثقافة لا نحن احنا عندنا المسل... احنا عندنا العرب والمسلمين ما كانش ثقافة، ما عندناش ثقافة الرمح أي ثقلته بر... ثقلته ثقلته كذا، أما الثقافة لا فالثقافة هي أن يتثقف الإنسان معناها أن, ي... أن 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 ي... أن ي... 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 يستلهم من الطبيعة ويحيط بها ويأخذ منها ويحول تلك الافكار التي تحصل عليها من الطبيعه او من المدنيه المعينه الى اشياء ملموسه ذلك هو المثقف. لا نحكي على الثقافه مش على المثقف هذه الثقافه هذا المصطلح لان هناك هاي. هناك مصطلح العربي رجعت ثقف الرمح اي هذبه هذبه وبطبيعه الحال المكون الثقافه هي مكون روحي للحضاره. ده. تسمح لي ما تقدرش نبعدوها تسمح لي هذا معنى اما لما كنقول أما كنقول كنقول المثقف هو ذاك المهذب عكس البدوي آه هو, هو المعنى المعين الذي يقصده هو هو المعنى والمصطلح الفرنسي كلتشير كلتشير هي الزراعه لا هي اجريكلتشير أجري جايه من أجري الزراعه حرث الارض وانتج منها كلتشير هي الزراعه اجريكلتشير تزرع الارض آه. لا لا أنا لا 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 انك هو مصطلح من مصطلح الكلتير جاي من المصطلح الزراعي اجري كلتير اجري كتير. بمعنى حرث الارض وانتج منها معنى فيه انتاج فيه تكوين فيه فيه فيه, فيه تراكم أه. على يعني العموم على يحرث بقوسين بقوسين يحث يحث يحرث الارض معناها انه يستفيد من الارض أه. ويجعلها منتجه أه. فتحصل الثمار أه. تلك هي الثقافه أه. والمدنية هي تجسيد الثقافة في الميدان م. والحضارة هي انت انتهاء من وجود الأربعة عشر عنصرا فإذا لم تجد أربعة عشر عنصرا أو أربعة عشر مشكلا فلا تكون هناك حضارة هذا هو سؤال. في هناك تصنيف عند الكثير من الحضارات وحسب وجهات النظر الحال وانت لديك وجهه نظرك ادلير اشفي هذا الماني يقول الحضاره هي التقدم الروحي والمادي للافراد والجماهير على سواء هو يقول لك هو التقدم التقدم هو الانتاج هو التطور هو آه وصل الى درجه اعلى من الدرجه التي قبلها دائما يتقدم اي دائما في الزياد ويقول ان طابع الحضاره اخلاقي في اساسه وان ومن ثم ارتباطه وثيقا بين الحضاره ونظريتنا في الكون اي رؤيه الانسان للكون. لا يستطيع الانسان تكون له حضاره ان لم تكن له رؤيه لوجوده رؤيه كونونيه او كانونيه مقصود به الكون يعني كونيه ووجوديه لذاته بمعنى فلسفه الانسان مع الطبيعه من خلال رؤيته من خلال تكوينه من خلال فلسفته للحياه من خلال دينه او من خلال هو هو قوه هو دافعه هو داخلي احمد باش نحسم الـ نحسم, الـ نحسم الـ الموضوع هذا هو جدلي كبير. هو كاين في الصفحة 12 فلسفة الأصول. نعم. فلسفة الأصول هذه أصل الأصول نتحدث أنت. فلسفة الأصول معناها البحث عن أصل الأصول. امم. معناها المكونات الأولى الجنينية للحضارة وللإنسان. هذا هو الجدال كل. هذا ما تريد كيف نشعت لي 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 ما قوله. كيف نشأت الحضارة؟ ما أريد قوله وما يريدون قوله. هل أصل أصل الحضارة في هذا الأصل، اسمح لي هذا الأصل الأصول. مم الاصل الاصولي يديروا ميم مم. هو الاصل ثم يسطرون له معلم مم. هو الطبيعه ومكوناتها مم. ومعلم ثاني هو الالوهيه مم. والحضاره نقطه بينهما فتكون حضاره متفزيقيه او مثاليه الى اخره ولكن كاين اخرين يقول إذن لك اذا رجعت فلسفة الانسان ورؤيه الانسان للكون قد تكون رؤيه دينيه سماويه او رؤيه جدليه ماديه تسمح لي نعم تسمح لي وكاين اللي يديروا ميم يعتبروها الخط الاول هو الكون والانسان والطبيعه والخط العمودي هو هو اللوغوس هو اللوغوس اي العقل والحضاره هي نقطه بينهما وكاين اللي يديروا ميم فتحه معناها نسبه بالنسبه للميم ويكونوا منها الحضاره على اساس ان ثم يحسم المشكل ارسطو ويقول ان اصل الاصول يجب ان يعتمد على نظريه البرهان م. فأنت عندما تسطر أصل وتقول من هنا تنتج الحضارة فيجب عليك أن تبين بالبرهان والدليل على أن ذلك الأصل كم إذا إذا لم إذا لم إذا لم تبرهن على أن ذلك الأصل هو أصل الأصول فأنت هنا أنت الآن في, في 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 إثباتك لهذه الفكرة اعتمدت على أرسطو وعلى الفلسفة الإغريقية أنت بحاجة إلى تعريفات العلماء السابقون سواء كان إغريق أو مسلمون أو هنود أم أو حتى في العصر الحديث نشاهدهم كما ديكارت وغيره وغيره إذا ديما ترجع إلى إلى التصورات أو إلى المصطلحات والمفاهيم التي أسسها الأوائل أنت لم تأتي بجديد في هذه في هذه القضية لما تتحدث عن ارسطو جئت في, في قضيه اللوغوس ولما تتحدث جئت بالجديد لان اول قبل ان نقسم لا اللو... جميل هو الكتاب لا لا معلش هو الكتاب في حد ذاته نشرحه نشاته في كتابه اصلا أنا نشرح شيء جميل ك... ان تقدم شيء <تصفيق> <تصفيق> هو كاين كاين المسار الابتدائي اي والمسار المتوسط والمسار التقدمي هذا المسار نخلي نكمل الفكره تسلسل والمسار التقدمي فيه المسار الذي وضع فيه الاساس. ايوه. هذه تمثل في الحضارة المصرية والحضارة الـ الإغريقية الـ الإغريقية البابلية. قبلها، الحضارة طب المصرية وحضارة السومر. ايه بابلية العراقية. العراقية. آه ثم الحضارة 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 الذي وضع فيها الاساس، ثم حضارة الفكر الجديد. هكذا شع عنوان. حضارة الفكر الجديد معناها قصدي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. <applause> ثم الحضارة الذي التي حدث فيها انقطاع تقاطع وتلاقي وانصهار <من> سميتها <applause> مرحلة المسالة الذي فيه تقاطع وتقاطع وانصهار وكان الآن الحضارة الحضار الإسلامية والحضارة المسيحية <applause> ثم تسمح لي ثم جاءت الحضارة الأخرى التي هي امتحان امتحان في هي حضارة النهضة ولقاء المسلمين مع مع المسيحيين مم. مع اوروبا في بي 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 سقوط الاندلس سقوط لا سقوط اخرى سقوط بيزنطه سقوط بيزنطه وتلاقي المسلمين والمسيحيين في في الحروب الصليبيه والتقائهم في ايطاليا مم. في وتكون تلك النهضه هذيك ثم ياتي المسار أس اساس النهضه الحديثه لكم النقطه أيه ثم تأتي المسار الذي فيه افكار جديده هو بيكون فرانسيس فرانسيس بيكون بيكون حسب المنهج صاحب المنهج وفرونس وديكارت وكاين الى اخره الى اخره ديفيد هيوم حتى نجي واسمه الاخر دا جاك داريدا لا لا مازالوا مازالوا ولا تحكي عن مازالوا صاحب لي كونترا سوسيال آه جون جاك روسو مش جاك روسو الاخر كان بيكون وكان ديفيد هذا بتحدثوا عن ثم جاءوا آه. ثم جاءوا جاءوا التلاقي و... التلاقي سميته تلاقي وانصهار نتاع روسو ونتاع فولتير والذين هيئوا الثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه, الفرنسية. وتلوير اللي لكانت عص التلوير ثم جاءوا هذه هذه الحداثه م. ثم ذات الاج... ثم العنوان اخر هو سميته الحداثه في الميزان عندك الارك تتحدث... المي... هذه باختصار الحداثه في الميزان التي التي مثلها نيتش وثمال... ومثلها فرويد ومثلها كارل ماركس ثم جاءت ثم النظره الجديده نظر نظره مغايرة للحدثه وهي مدرسه فرانكفورت والنظريات التي قدموا لها يسمى هنا الحضاره ماشيه بخط مستقيم يبدا من الالف وينتهي بالحضاره الحديثه كانك تتحدث عن المسار التاريخي للحضاره جد 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 جد. انت تقول بلي الحضاره هي منشا انساني ساهمت في لا لان لما تبدا لي بسومر تروح لحضاره ما بين النهرين والفرعونيه ثم تروح للاغريقيه والرومانيه والبيزنطيه وبعد الاسلاميه وبعد بعد تروح لعصر التنوير والحضاره الحديثه مع ديكارت أيوة ارسطو أيوة أيوة تحب تقول لي هناك كرونولوجيا لهذه الحضاره كده كده عبر احقاب زمنيه آه كبيره متواصله اذا انت مع صاحب شموليه الحضاره انها فكر انساني بدأه الانسان ما في في عصور متعدده لأن لما تتحدث عن بعض الشخصيات ربما لم يتزامنوا حتى في التوقيت لما كي تربط انت ديكارت مثلا بديفيد دي هيوم ولا تربط ديكارت بمدرسه فرانكفورت كاين تفاوت حتى في السنوات ومش في عصر واحد الكل هناك تراكمات هناك تراكمات فكريه لا علينا اذا الاحضار عندها ابعاد عندها ابعاد ابعاد أبعاد مادية، أبعاد روحية، أبعاد طبيعية لا الحضارة واحدة لا لا المنشئة المنشئة أنت تحدثت عن مركب الحضارة ايه؟ كيف تتركب الحضارة مثلا؟ تتركب من, من 14 نقطة أعطيها لي 14 نقطة أولا الطبيعة الطبيعة ثانيا الإنسان مم. ثالثا التقاليد رابعا اللغة مم. خامسا الدين سادسا الفلسفه تفكير الفلسفي يعني آه السياسه آه الاقتصاد آه متابعه العلوم والفنون مم. اي شعب لا يتابع الفنون العلوم والفنون ولا لا يمكن ولكل... ان يتحضر ولكل... هل... هل... تسعه نكملهم تسعه والاقتصاد والزمن وال... والامل من الخوف مم. والزمن هذا مثل 14 عنصرا بح والثقافه هذا 14 عنصر، كل عنصر عنده عنده كل عنصر يحتاج هو نفسه الى كساب لانه مشكله العناصر حدث. العناصر ذكرتها جلها هي من انتاج الحضاره كيف هي تكون مكون الحضاره وهي هي لا, لا, لا هي منتج حضاري لا لا مش منتج حضاري هذيك لما تحدث على الاقتصاد مثلا أي. هو منتج حضاري الانسان الانسان الاول ما قبل الحضاره لا 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 الانسان البدوي الانسان البدوي لم يكن عنده مفهوم الاقتصاد سؤال وجيه وذكي ايه؟ كنقولوا مثال الاقتصاد نعم الاقتصاد هو نبسطوه هنا نبسطوه ناخذوا بمعنى بسيط هو تدبير المعاش بابسط الطرق تدبير المعاش بأبسط الطرق. يعني الانسان الاول كان يعيش على الطبيعه، يعيش على القنص، يعيش في الصيد، يدبر معاشه. ما كانش عنده مفهوم الاكتناز آه ايه والاقتصاد يدبر معاشه ومن بعد من بعد في خلال في خلال التطور الحضاري، التطور المدني نقول، مدنيه من مدنيه من مدنيه، هذاك التطور المدني هذاك يجعل الاقتصاد يتعقد في نظرياته وفي افكاره وفي اساسياته. هذا هو الكثير يفصل بين الحضاره مثلا مثلا الكثير يفصل بين الحضاره وبين المدنيه وبين الثقافه لكل المسارة لكن كاين كيفاش نستطيع ما هو الرابط بين الم الحضاره وبين المدنيه وبين الثقافه هذا وكاين هو هو كاين حتى نعرف لان الكثير يقول الحضاره هي الجانب المادي فقط الجانب البنائي هذا تفكير 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 لا هي موجوده ما نقدرش نحكم عليه تفكير هكذا ولا نشوف الاوروبيين كيفاش يفكروا كاين كاين يقول لك انت تعتمد على الاوروبيه فقط كاين سيفيليزاسيون هي المدنيه سيفيليزاسيون وكاين كلتور هي الثقافه فقط م. اما الحضاره هذا راه اختراع اوربينيزاسيون اختراع مسلم اسلامي ولا اختراع عربي ولا اختراع ابن خلدون لا اوربينيزاسيون اربين هذاك التعمير ايوه محمد المدنية المدنية إيه ما عليش لا مش المدنية المدنية هو الجانب الروحي السلوكي لا 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 يقول لك هذا سلوكه مدني وهذا سلوكه لا, لا, المدنية, لا, لا ها ها المدنية هي تجسيد تجسيد الأفكار في مؤسسات ملموسة مؤسسة اقتصادية دولة مؤسسه 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 اجتماعيه هي في الدوله تمثل في الدوله، مؤسسه اقتصاديه تمثل في في الجمعيات والمعامل وكذا، مؤسسه دينيه تمثل في المساجد وافكار المتدينين والفقهاء وغير ذلك، مؤسسه علميه هي البحث العلمي، مؤسسه تكنولوجيه في مؤسسات من من هذه مؤسسات ملموسه ذات ملموسه هذه هي المدنيه. والثقافة هي عبارة على إنسان يتثقف أي يستفيد ويستلهم الأشياء ويستلهم الافكار هذه وش كثير من العلماء قالوا الثقافه هي نمط حياه نمط عيشه تتمثل في اللغه تتمثل في السلوك تتمثل ما يميزني عن غيري اذا كانت نظريه هذه يعني. خصائص الثقافيه آه لكل يو... شعب له خصائص مم. تبدا باللغه خاصيه خص... ثقافيه الدين خاصية ثقافية. تمام مثال الشيخ. العادات والتقاليد. اسمح لي اعطيك مثال. نمط التفكير. نعطيك مثال. فهمك في في يعني في فهم. كما يوصفها المالكي. محيط و... بالموضوع نعم, نعم هو شخص. ذلك الكل المتكامل آه. والمتناسق. محيط بالموضوع ولكن نحكم مثلا اللغة. م. اللغة اللغة مثال هو من المرحلة الابتدائية الإنسان كان ينطق. ينطق ويتكلم ويواصل ماشي نحكي عن منشأ اللغة ماشي ولكن ولكن اللغة في وش تمثل تمثل هي هي في اختراع اختراع الكلمات التي تعبر عن الافكار فكلما تطورت الافكار تطورت اللغة مانيش ما نتحدث عن عن اللغة وتكوينها العلمي آه. والسيميائيات آه والفكرة المتخيلة والصورة كيفاش تكون وكيفاش من بعد ربط الدال بالمدلول مش هذا اللي نقصد به، انا يعني نقصد اللغه كظاهره حياتيه اتصاليه يفكر بها الانسان يبني بها الانسان في كل مجتمع له لغته التواصليه، لغته التي يعبر بها عن المكنونات يعني عن رؤيته، هذه فمتك. اللغه في ادائها الوظيفي لان اللغه كائن حي كائن حي يتفاعل هذه اللغه، مش اللغه من حيث التكوين والتركيب وربما نروح للسيميائيات مش هذا المقصود لا، المقصود ان الثقافة أيضا هي الجانب الروحي، هي الجانب ربما التي يستعمل الحضارة أو أحيانا الثقافة هي التي تأتي بالحضارة، يقول <applause> هذه حضارة إسلامية بمعنى ثقافتها إسلامية فيها بناء، فيها تطور، فيها أما ما تحكيه عن المدنية، المدنية صحيح المدنية هي مرتبطة بتلك القوانين وتلك الضوابط التي تضبط سلوكات الانسان داخل نسق اجتماعي معين في هذه في, هذا الجانب نقول هذا مثلا المدني عكس انسان بدوي مم. البدوي الذي يعتمد يعتمد على الترحال ويعتمد على الصيد ويعتمد على رابط القبيله ورابط العائله وعن التوطم وعن تلك الفكره الضيقه المرتبطه بالجامعات مم. الجامعات التي ما زالت لم ترتقي ان تكون مجتمع سوسيتي كاين جروب فالحضارة اليوم كيف تتكامل هذا السؤال الذي أردت أن تبينه لي م. كيف ما هي علاقة الحضارة بالمدنية هل هي علاقة لصيقة متزامنة وعلاقتها بالثقافة أيضا لأن خاصة علماء المسلمين يرون أن الحضارة لها جانب روحي الدافع الروحي هو الذي أنشأ الحضارة بمعنى آخر هناك فلسفة هذه ربما راح ترجعنا المهيات الأولى في تفسير الحضارة يقول لك الحضاره هي عندها بعد ديني ادم لما نزل من السماء نزل متحضرا عند خطاب عند لغه عند دين بدا يعمر في الارض هك البناء هو الحضاره وورثه ابنائه فيما بعد في تكوين الحضاره ادريس نوح في بناء السفن وغيرها وغيرها واستمرت الحضاره هذا من الذين يقولون ان الحضاره اساسها الدين وان الانسان خلق, خلق ربي و اعطاه بعد روحي وامده بملكات عقليه كبيره مش يعمر بها الارض، هذا هذه فلسفه عند م. عند المسلمين. م. عند الاخرين الماديين كما الاغريق الذين يتحدثون عن اللوغوس وعن العقل الخالص وعن العقل الاكبر وعن صراع الالهه، هي كلها وراها فكره حول الاله سواء كان اله وضعي او اله اله ديني منزع عن الوحي م. كما ذكرت. حدثني عن هذه الروابط لأن البعد الحقيقي والمكون الحضار لا يخرج بين الطبيعة والإنسان والروح والثقافة والرؤية والهاجس فهمتك تفضل هو هو إذا إذا نظرنا للعلاقة ما بين المدنية أساسها العلاقة ما بين الطبيعة والإنسان ما بين الطبيعة والإنسان فإذا نظرنا إلى الطبيعة إلى الإنسان أنه يشابه الطبيعة فهذا مجاله العلوم وإذا نظرنا أن الإنسان يختلف عن الطبيعة رغم أن أصله واحد فهذا مجاله الأنثروبولوجيا لما تعمق فيها لأنها من مم مم دي مم دي مم مجال الأساتذة دراسات الإنسانية دراسة الإنسان أيوة. مم. وإذا كان نظرنا من حيث الاختلاف من حيث التداخل من حيث التشابه قلنا هي العلوم من حيث الاختلاف هي الأنثروبولوجيا ومن حيث التشابه التداخل أنها هي فلسفة الحضارة مم. مثلا نعطيك مشكل الدين. الدين تقول الدين هو معطى ولكنه هو مشكل. ولا اعالج هنا كمشكل مثلا اذا نظرنا الى الدين. الى الدين بكونه الهي ولا من حيث من حيث هو من منزل من, 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 من عند الله فهو يخبرنا على 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 ذاتيه الله وكيف خلق الكون وما هو مراده وما هو كذا الى اخره. هذا اذا نظرنا الى الدين، واذا نظرنا الى الدين من حيث انه انزل على شخص معين فهو مله. كانوا يتبعوا 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 يقول يتبعو لك قال الرسول والسلام. وخليني يقول لك لا انا نتبع القران لانه ي... يقول الكل... خل... الخل... الكل... القران بعد الرسول خلي يكمل. وال و... واذا نظرنا الى الدين من حيث انه من حيث انه زي... زيد فيه. <تصفيق> <تصفيق> فهو نحلة مم. وأنت لا تستطيع أن تميز ما بين هذه الوجوه ثلاثة مثلا تروح للتجانيه تقول لهم أنت مشك مع الحق هم يصوروا كما هكا وتروح الفقهاء يقول لك هاو الدين وشو لأن العقيدة هذه مم. الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى مم. والعقيدة يكونها الفقهاء على الإيمان مم. فإذا تبعت العقيدة المعينة هذيك يقول لك أنت مسلم وإذا ما تبعت وإذا كان ما ولا ما عليها يقول لك أنت مبتدع هذه مسألة هذه مسألة هنا هنا نحب نقول لك يا شيخ معناها ال 14 نقطة هذه هي مشاكل ذاتها أنا لم أعرفها بالضبط وحبست هنا لا لا أنت ربما تحدث عن مش عارف عن تعريفات أو مش تعريفات رب... من هذه كمشا كمشاكل احنا نحكي عن عن منشأ الحضارة كي نقول منشأ الحضارة مثلا منشأ الحضارة منشأ الحضارة هي الطبيعة والإنسان م. هل الانسان مثلا نعطيك مشكلة اللغات هل كانت لغة واحدة عند البشر؟ ثم تفرعت إلى لغات بفعل تباعد بفعل حضارة بفعل الإنسان نحن نعرف الإنسان كان ولكن عنده لغة خاصة به <applause> الإنسان المعين الذي يسكن في كما سميته أنا الوعاء التجمعي كل فئة ولا فرد ولا مجتمع عنده وعاء تجمعي وعاء تجمعي هذا المكان الذي فيه يعيش فيه هذاك الوعاء التجمعي عنده لغته لغته خاصة به <applause> إذا كنا قلنا <applause> <إذا> <applause> الحضارة منشأ واحد هو منشأ إنساني لماذا هذا التنوع وهذا التفرع؟ من اين اتى هذا ما كاش شلوه، ما كاش شلوه. هذا التباين؟ ما كانش تنوع ما هذا التباين في الحضاره ما كانش كل خط واحد كيف ما خط, خط واحد؟ انا نتكلم بالعربيه حقين. والاخر يتكلم بالفرنسيه والاخر يتكلم بالانجليزيه انا إيه؟ انا اعتقد الدين الاسلامي والاخر يعبد بوذا والاخر يعبد, يعبد ك... كاين تنوع اي كاين تنوع كاين تباين في كل شيء في التصورات في الاراء في الفلسفه ولكل ولكل مرجعيته ما, ما, كل... ما سبب هذا التنوع؟ هذا سؤال هو الموضوع الفلسفي تمام ما دام نقولوا احنا الانسان هو منشاه واحد مي. وتكون واحد وكانت الوعاء الاول تاع سيدنا ادم وسيدنا ادريس هذا نحكي انا في الحق كانوا اصل واحد كانوا حق اصل حق واحد انا في الحق الموضوع هذا وكانوا يتكلمون لغه واحده تاع ادريس وادم وكذا انا ما جبتهش لا لا فاهم فيك يعني اختلاف في الانسان الاول الانسان الاول الانسان الاول عندما كان مع بعضه قبل ما يتفرع قبل ما يعمر الارض اتجاه غربا وشرقا الانسان الاول الانسان حمد كان كان عنده البحر وعندها الكهوف وعندها الأنهار الأنهار زرع فيها كون الزراعة البحار وصلت السفن وكذا تصل بغيره والكهوف حملته أول مرة حمته من من أشرار الطبيعة هذيك أما الأشياء الأفكار الدينية هذيك تأتي من بعد لانه الانسان يخاف من الطبيعه ولا باش يطلب شخص ولا كائن اعلى منه يعاونه. تحب تقول انت تقول لي باللي باللي الدين جاء فيما في بعد الدين جاء كهاجس. الدين الدين هذا الذي يعبد البركان والذي يعبد أقدم الانهار. <applause> الدين من اقدم من اقدم لا نحكي عن المنشأ المنشأ الروحي مش ما هو المقصود بالمنشأ الروحي للحضاره <applause> لما كي نقول حضاره ذات منشا روحي ما عندهاش منشا روحي ما منشا روحي في راينا ليس لها لان الروح بحد ذاتها الروح بحد ذاتها لا لا, لا لا مش الروح لا لا مش الروح الانسان الانسان له روحانيه له روح إنس... الحياه تعني الروح انسان حي مختلف لا له فيه. روح والروح هذه التي تدفعه لان يحمي نفسه لان يغذي نفسه لان يبني لان يتفاعل مع بيئته الطبيعيه مم 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 ويثير فيها ويحرفها ويبني فيها وتتراكم المعارف باكتشافات الانسان عبر الزمن هو هو استعمدنا في بطريقه نتاع الفرد والمجتمع النقاط الفرد والمجتمع كيف يتحول الانسان من فرد الى مجتمع هذه الجواب على هذه يدخل فيها الدين ويدخل فيها اللغه ويدخل فيها كل شيء صحيح هو كتبوا كثير على الناس آه هل... آه آه. على هذه كما في مفهوم الحضاره كثير من المسلمين كتبوا عليها على ان الحضاره نسق من الحياه متكامل يتسربل بعد مظاهر ماديه وحضاريه واخلاقيه باش نحسب خلينا نكمل الفكره آه يظاهر بعضها البعض فيكون في مجموعها نسق مطردا في السلوك الانساني سلوك الإنسان ما يصدر على الإنسان من حركة ومن فكر من آراء من قلق من فلسفة من توتر كل هذا يظهر على سلوك الإنسان أي كل ما ينشأ للإنسان أو ينشئه الإنسان لأن الحضارة هذه الانسان هو الذي بناها، الحضارة لم تأتي وحدها هكذا، الانسان هو الذي بنى هذه الحضارة، هو الذي بنى هذه العمارات، هو الذي صنع هذه السيارات، هو الذي أثار الأرض وأحرثها، هو الذي اكتشف العلوم، هو, هو, هو الذي هو قام بهذه التجارب عن طريق العقل، عن طريق التفكير، أنت أنت عندك هذه عندها روح دافعة لا أنت أنت عندك تصور، اه. تصور صحيح وكذا، يعني تصور مش, مش تصور تاع الكتاب، تصور تاع الكتاب الحضارة من التحذر عكس تحض... البدو لا لا تحضر ما لا تحضر روحك تحضر نفسك تبربي تب... روحك بدل بريزونتي روحك تكون تكون تكو... تكو... تكون نفسك هذه كاين الحضاره من تحضر مش من من الحضور ولا من المدنيه ولا غير ده خاطئ ولكن كثير ما تدخلش كل... ل... شوف كل التفسيرات شوف اللي الأوروبي... شفتها شوف الأوروبي... تحضر الحضاره هي عكس البدو آه هي تعني الاستقرار لا لا تعني البناء لا لا تعني كنت التجمع كنت تبحث يا تفضل تفضل تبحث في في التفكير الاوروبي ما عندهمش حضاره عندهم لا كلتير ولا سيفيزاسيون انا نتحدث بصفه عامه مش تحدث انت لا انا تكلمت على الاوروبي انت تركز على الاوروبي هذا آه ركزه ركزت عليه عندك وجهه نظر اوروبيه ربما انت الان ربما. <applause> عم تستدل نعم نعم بها نعم, نعم نعم ولكن انا نتحدث بصفه عامه بالنسبه للانسان ككل الآن مرتكز إلا على اللوغوس وعلى العقل وعلى الفينيقي هذا هو وعن أو على وعن الفكر الإغريقي الذي أنشأ أوروبا هذا هو أو المرجع المرجعية مم أو المركزية الفرنسية كلها تعتمد على الفكر الإغريقي ايه الفكر المادي يسموه فكر مادي أصلا لأن حتى الفلسفات آه الثورية كيف فلسفة نيتشا كلها استمدوها من قوة آه اللي التي تحدث عليها الإغريق وان الفكرة هذه التي جاءت بالدين وكذا هي فكرة دخيلة عليهم وبالتالي علاش حاربوا اليهود وقتلوهم وبني اسرائيل لانهم ادخلوا لهم الدين لأن مم. الرومان في القرن الرابع عشر والخ.. في القرن الرابع والخامس ميلادي دخلوا دخلوا للمسيحيه، لا علينا هذا الجدال داخل اي جدال داخل إيه اوروبا خلينا إيه نتحدث شويه إيه عن بعض النقاط التي اثرتها قلت مفاهيم بقية يجب تحديدها اعطيني المفاهيم الزئبقيه هذا هو الموضوع بعد اللي اختلفت فيه وياك هذه مفاهيم زئبقيه انا حددت شو معناها زائد بقيه هي عصيه على الرصد عصيه على الضبط هذا هو يا على هذا هو معناها عندي انا هي الفرق بين البداوه وفرق بين الحضاره المدنيه وفرق بين والثقافه والى اخره نختلف في النقاش فيها انا حددت شو أنا باش أن باش انت تقول ب... الانسان الكتاب ما انت تقول بلي هذه المفاهيم وهذه المصطلحات غير ثابته هي قلقه متوتره جل. في حاجه الى اكتشاف جديد هذا هو نقولوا واحد العباره يقولوها العامه من تم علمه تم جهله ايه. اذا قلت اكتفينا وك... بهذا العلم وهذا القدر خلاص هذه هي الحقيقه وهذه هي الثابته انت تحب تقول لا ثابته في العلم ثابت من هنا جات ما يسمى بالفرضيات والبحوث و جل جل. ولهذا النقاط هذه الأربعة عشر نقطة سميتها مشكل. هذه عبرت عليها بمفهوم زئبقية يجب تحديدها. يجب تحديدها. أنت سؤال مفتوح الآن. لمن يجب تحديده؟ تحديد من الذي يحدده؟ الفيلسوف العالم الإنسان. حد 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 حددها مفهوم المفهوم التطوري الإنتقالي للحضارة التي انتهت الآن بما هي الآن. مم. هذا هو راح نرجع له مشكلة الأخلاق والحضارة لا الأخلاق ما ذكرتش سوف سوف نرجع لا هو هي تدخل تفهم نفسها لأن الأخلاق فيها الخير والشر خليني بارك أيضا تحدثت عن كون اجتماعية الإنسان طبيعية وبشرية وبشرية طب طبيعية هو بشرية طب طبيعية وبشرية طبيعية, طبيعية معناها ملزم أو خاضع لمعطيات الطبيعة وبشريه لابداعاته وحكمه اجتماعيا. وبالتالي الطبيعه تورث والمجتمع حتى هو يورثني اشياء كاين اجتماعيه من خلال التفاعل تقصد من خلال التفاعل الطبيعه 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 تجعلك تورث اشياء لابنك والمجتمع. طبعا يعني الاستمرارية في الحياة تقصد الاستمرارية في الحياة الحياة المادية الملموسة أوه. البيولوجية أي. والحياة الاجتماعية تورث ثاني العادات والتقاليد والعرف وكذا إلى آخره أيضا التصنيف من الطبيعة والاجتماع ماذا تقصد بالتصنيف من الطبيعة والاجتماع؟ التصنيف من الطبيعة والاجتماع من الطبيعة مثلا الطبيعة أصلها تصنف الأشياء هذا طبيعي تتحكم في سلوك الانسان تقصد لا, لا 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 مازال والله هي التي تضبطه قال هذا مجتمع فلاحي هذا مجتمع لا لا مجتمع مش ما تدخلش ما ما الطبيعه تنظر مثال دير لك هذا اسد هذه ثديات هذه كذا هذه كذا مصنفه الطبيعه الطبيعه مطبعه مصنفه في الاشياء انواع من حيث هي وجود, و... من, حيث من, حيث هي وجود من حيث هي وجود من حيث هي وجود وال والاجتماع ثاني كذلك يصنف يصنف, يصنف الاب يصنف في المرأة يصنف في الرجل يصنف في الأطفال يسن في هذه, هذه, هذه أشياء قبيحة هذه أشياء صحيحة هذه أشياء إلى آخره لكن نقول شفت كيفاش الآن جيت الأخلاق آه. لما نقول هذه أشياء جميلة هذه مش جميلة قبيحة مش قبيحة الآن وجدت روحك في الأخلاق إيه ما ذكرتش إن إيه ما ذكرتش ولكن لكن موجودة لا الآن تحدث الآن تحدث في قضية أخلاقية الحكم مم. على أشياء هو حكم مم. أخلاقي إيه. جو مثلا الطبيعه والاجتماع لأنه لان هناك جدال الأخلاق جدال جد... جدال كثير اسمعني الطبيعه ما حبيش ما حبيش نجنب كلمه الاخلاق لان الاخلاق هي هي انت الطبيعه تحكي ما فطر الله الناس عليه الخلق الاخلاق الاخلاق هي هي الاخلاق هي السلوك هي النظر الى السلوك من حيث خيريته وشره هذا تعريف هذا هو الاخلاق هي الاخلاق إذا تحدثت عن الثابت في المجتمعات من خلال تنوعها. آه ماذا س... هذا تقصد هذا الثابت في المجتمعات. لا الثابت في أقول... المجتمعات من خلال تنوعها نقصد بها إذا كان يعني متفكر مليح من خلال تنوعها أن الـ أن الفرد أن المجتمع يكون أولاً دم, 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 دم وش يقول لها نسيت العبارة مثال. آه وش معل... من نوع واحد نقول احنا اسره واحده فيها دم واحد دم وش يقول لها؟ نمط واحد او. دم واحد ايه سلاليه اه سلاله واحده مجتمع ده. سلالي ومن بعد المجتمع السلالي يجي المجتمع الخلطي مثلا تو الواد مثال جو هنايا ناس عايشين هنا في الواد جا واحد من تبس وواحد من البيض وواحد من كذا وواحد من كذا وواحد من كذا يعود ينظروا لبعضهم نظره كخاص يسمى خلطي هذاك. والاخر حتى في حتى حتى, حتى حتى في التنظيمات الاجتماعيه العربيه يقول لك هذا اخلاط من عده عروق واندمجوا فيما بينهم هذا تقصد به ومن بعد السلاليه معناها المجتمع يكون على ثلاثة انواع سلالي خلطي مزجي مثلا طيب مثلا برضو في كونين تهز مثال مثال مجتمع مزجي ما عادش فيها ولاد سعود بكري وما كانش آه عاد مزجي انا اندمج اندمج عاد مزجي مجتمعات اندمجت آه. فيما بينها واختلطت فيما بينها طيب ولكن تبقى الولايات المتحده الامريكيه خلينا نتحدث قبل كل نحن نتحدث آه. مصطلحات المجتمع والمش... لما نقول مجتمع سلالي خلطي مز لا لما تقول مجتمع ما معنى مجتمع؟ معنى بالفرنسيه تقبلها لا تق سوسيتي اي مجتمع مجتمع يعني معناها جماعات قامت على تنظيم معين ونمط معين وسلوك معين تحدد سلوكاتها كي نقول المجتمع الرياضي المجتمع الثقافي الم... بعد قسم كل نحكي على المجتمع ضد الجماعة ضد الجروب هناك جماعات كما في الأمازون كما في أدغال إفريقيا ما زالوا يعيشوا على الطبيعة الأولى لم يفلسفوا حياتهم يعبدون ال. الآلهة ويعبدون آلهتهم الأسلاف والتوطم الرمز الذي يستعملوه لكل قبيلة في الوشم وغيرها هذه المجتمعات ما لحد الآن تتقاتل وتتناحر وتأكل بعض البعض كالعناكب ولكنها ما لم تلتقي إلى مجتمع بمعنى لم تنتمج في تصور فلسفي اجتماعي كياني يحفظ هذه المجتمع ويذوب فيما بينها ويبني حياة الاستقرار ويبدأ في عملية الانتاج لأن المجتمع هو المجتمع المنتج المجتمع الذي يتطور من خلال قوانين المجتمع ومن خلال, ومن خلال هذه ومن لا سوسيتي لا. لا. لا 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 كلمة لاتينية تعني الرفاق المرافقة الفرد يرافق الفرد الآخر فإذا رافق هذه البدايات فإذا فإذا رافقه أو فلسفة أصول فإذا رافقه وأحس بأهمية الاجتماع يندمج الفرد في المجتمع م. ويكونوا مجتمع ما بيناتهم، وقتاش يكونوا مجتمعات ما بيناتهم؟ الوقت اللي يحسوا باللذه والسرور والمرح ولكن في صناعه قانون الذي يجمع هذا المجتمع لا ما يسمعوش القانون ولكن يتفقوا على ماذا؟ كيف لل... كيف يفصلوا مثلا اعطيك في المجتمع هذا، كيف يفضوا النزاعات فيما بينهم؟ كيف يتعاملون لا... فيما ف... بينهم؟ يفضوها الا في ال... الا في المرحله المتوسطه عندما بدات تظهر قوانين الشريعه وتظهر الجنديه وتظهر كذا ولكن ظهرت من القديم مش المتوسط لما تروح ما من القديم لما تروح شريعة حمورابي إيه؟ بنودها تتحدث على كيان مجتمع منظم زراعي يا احمد عندهم قوانين اسم حمورابي راهو 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 في الحضاره في اللي في المسار الذي وضع فيه الاساس اذكرت ايه, إيه؟ بس قبل حضاره بين النهرين المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه كانت الشريعه ما كانش اذا هذا هو في في ماذا؟ كيفاش يعيش الانسان بلا شريعه؟ يعيش بلا شريعه بلا لا والشريعة شريعه قبل لا شريعه لا شريعه هي 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 الشريعه هي, هي, هي خلق قوانين تذهب مع مصلحه الافراد في بعضهم البعض نعم التي تحكمهم قبل اول مره ما كانش ما كانش كانت فوضى وكان الواحد يقتل الاخر الى انت ربما انت هذاك حكينا عليها الجماعات آه. قبل ما يكون المجتمع ايوه آه. هذه قبل ما يكون مجتمع، ولكن عندما تطور الانسان الى مجتمع، الى تنظيم اجتماعي تحكمه قوانين، تحكمه قيم ومعايير ومقاييس من هنا بدا التطور من خلال المجتمع. ولكن هل تطور الهنود الحمر؟ ولكن ولكن ما زال لحد الان يضعون التمائم ويضعون ليه؟ لانهم لا توجد قوانين تحكمهم. بس عندهم روح الجماعة فقط <applause> <حاقت> لحماية أنفسهم <applause> ومازالوا يعيشوا على الصيد وعلى القنص تو نقول لك كيفاش أحمد هل المجتمعات هذه زراعية؟ بالأخير أنت أنت بارك الله فيك ودليل لك دارس كتاب وفهمت نعم قريته تو نقول لك كيفاش كاين كاين عنوان يقول له النظام والنظم الاجتماعية من حيث الصالح العام والأصلح ايه الصالح العام والأصلح الصالح العام هو ما يليق بالمجتمع ولكن هكا الصالح العام يتغير مع الوقت يصححوه وهذا هو التطور يصححوه بعد لا بعد عناء ايه؟ بعد عناء وحرب وتقتيل واعتقادات جديده وافكار جديده باش يصلح هذاك الامر هذاك معناها المجتمع لم يرد متكامل من اول مره بعد يمشي مع الوقت التطور هو تقدمي حتى ايه؟ هو في مفهوم الحضاره هو تقدم هو تطور هو دائما ارتقاء عمليه ارتقاء قد نطرح اشكالات تو تز نكمل نكمل النقطه كما كم عندك آه. نكمل النقطه هذه مثلا نهدر سبنسر سبنسر نعم سبنسر يقول يقول ان التطور يسمي الناون الناون معناه غير معروف مش عارف المجتمع وين يروح ربما نقولوا احنا اوروبيين اوروبيين يقولوا عرب ولا اخره الجماعه الامميه والجماعه الطبيعيه ورباطهما رباطهما ماذا تقصد بالجماعه الامميه؟ الجماعه الامميه مثلا الولايات المثال الامميه هي للأمة ال... م... اللي... whole... ما... الامه تقصد مش بمعنى الامه معنى الامه اللي عندنا اللي المتعارف عليها الجماعه الامميه هي اللي... هي الامه كما كما نقولوا لي بوليتانت المهاجرين الاوائل 1620 الامريكا الأمم الأوائل التي هاجرت الأم الأمة الأولى مم. اللي هاجرت لأمريكا أوروبية وسكنت ثم هذاكم هذيك هذيك متطورة ومثقفة ومفاهمة وعندها مبادئ وعندها أسس كذا القت مثال هذا برك القت مجتمع طبيعي آخر هو الهنود الحمر مم. هذاكم الجماعة الأممية والجماعة الطبيعية قد تعيش الجماعة الطبيعية مع الجماعة الأممية بانسجام وقد لا تعيش أممية. انت صلحتها بالأممية هكذا أممية بأممية. لأن هذا هذا المصطلح هو سياسي متداول ما يسمى بالأممية العالمية وهم الشركيون الشيوعيون الآن لعدم مفهوم هذا ويعني به الأسرة الذي اليسارية التي تحكم العالم والتي تتشارك في كثير من التصورات وكثير من المبادئ التي تقوم على الشركية وعلى الاقتصاد العام وعن يسموهم الأممية للشركية مصطلح وظيفي أنا يعني فاهمك مثلا تو باش هز... نعبر على المليحة الأممية مثلا البيروتانت هذا من الحجاج آه. آه. الإنجليز آه. البروستانت. البروتستانت آه. اللي هاجروا 1620 راحوا لأمريكا وعمروا أمريكا ونزلوا في كوب المهاجرين الأوروبيين لماذا ما المهاجرين الأولين كيب جود واللي راحوا على على الاولين من من هم الاسبان الاولين من الإسبان لا 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 قبلهم هذا قبلهم من هم قبلهم هم؟ قبلهم هذا هذا كاين كاين الاسبان وقيل كاين ما يسمى بال اسمهم آه تاعين الشمال هذا ما فئه فئه كانوا يعيشوا في الانجليز بروتستانت ولقوا ضغط كبير من الملكه فيكتوريا بحال هيك نفكر مليح لقوا ضغط كبير وهاجروا لموا رواحهم وهاجروا راحوا راحوا كاين يقول لي فيكينج لا, ألف وستمع ألف وستمع اكتشفه اكتشفه لا لا خاتي خاتي مش هذوكم قبل بعدهم 1600 1620 ولكن نحن نعرف الذي اكتشف اكتشف امريكا كريستوف كولومبوس لا لا خلي خلي باش ما من بعد الاوروبيين جو بعد الاسبان باش, باش نركزوا في الامميه مم. لا لا اقول الامميه مم. كي نزلوا في كيب جود لقوا الدنيا كل محاصره هذه حيوانات هذه كذا هذه هنود الحمر هذه كذا الى اخره جر طبيعي جر الرئيس الاول الاول الرئيس الاول تاعهم هذاك المي فلاور السفينه هذيك واش قال لهم؟ قال لهم جستس اند ايكوال لو جستس اند ايكوال العداله والمساواه هذيك العداله والمساواه قاعد يطبقوا فيها الى الان هذه مجتمع مجتمع امه ماهوش مجتمع طبيعي ولكن هاو الحمر فناو راحوا ولكن من الذي وقعدوا هم ما كاينش مسوات كيف سيه. هي, هي م... مسوت هذا كان خلينا نتحدثوا عن الحضاره هذه الغربيه وربما راح نجوها في جانبها الانساني والاخلاقي ايوه لما تقول لي انت مجموعة الاولى او الامه الاولى التي انتقلت من من, من منطقه الانجليز او منطقه شبه بريطانيا شبه الجزيره بريطانيا الى امريكا ورئيسهم الاول او رئيس الوفد هذا قال لهم العداله وكذا ومستمر لحد الان نحن نعرف باللي أمريكا استعمرت من طرف أوروبا بدءا بالإسبان الإنجليز الفرنسيين وأبادوا الهنود الحمر على آخرهم وممتت ثم هجروا الأفارقة أبادوا منهم الكثير أين العدالة هنا؟ لا يرحم أين العدالة؟ التطور لا يرحم ما كاش عدالة قلت كنت تقول العدالة في ما قلتش عدالة قلت قال العدالة 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 الآخر هذا ما تبعوش الهنود الحمر كون تبعوا الأوروبيين كيفاش أنت غزيني وأنا نتبعك؟ أنت جيت لأرضي هذا هذاك هذا هاد تاع تاع اللي تتكلم عليها أنت, انت أيه هذه راهي قوانين تاع ما يجب أن يكون بصح الواقع وصراع وقتل أيضاً نشوف أحيانا جميل جدا كتابك ومثير حقيقة لأن غزارة المعلومات فيه وكثرة المواضيع وأثرت كثير من النقاط ربما هي محل شك الكثير حتى ما لحد الان لم تفصل هذاك على وسمة الفلسفه لما تحكي عن الموضه والعرف الموضه والعرف فعلاقه آه. العرف وشيء قديم بالموضه التطور والانتيكات والمش عارف والموضه مفهوم حديث للالبسه ولل لا لا حتى, والديكور حتى, حتى, حتى في المصريين القدماء كانوا كانوا يلبسوا المزركش يلبسوا الكبيره الموضه الموضه مقابل العنف معناها الان انت ثنائيه متضاده ما نقولوش مقابل العنف هي كاين العادات العادات آه. والعادات هي هي الفعل الذي يخلقه الفرد ومن بعد يقلده الاخر م. واذا قلده الاخر عبر الاجيال وهذاك تقول الموضه اصولها القديمة مش جديده والا والا والتقليد هذاك التقليد هذاك ناخذ منه الموضه الموضه وقتيه نعم آه جميل جدا كتابك ما زاد فيه نقاط كثيرة هي لا نستطيع لا نستطيع كما مفهوم جديد جديد لذلك لكل الغامض معناها تحكي الان على جدليه الصراع الموجود منذ القدم لحد الان في قضيه تدافع بين الشعوب والثقافات وحطيت بعض المفاهيم الان ثابته ثابته معناها محدده تحب تقول كما موضوع هنا حول منطق لابد منه والناس له نافرون ومنه نافرون ولكنه بالفعل له خاضعون ماذا تقصد بهذا بهذا المنطق الناس له هذه هذه معناها ان العالم مبني على الثورات والامة التي لا تقع فيها ثورة ما تقدمش ما تطورش. إذا وهذه الثورة هذه ثورة آه. تسبب في حروب والحروب تسبب في دماء. هم. هذا و... قديما. للتو والحروب تسبب في دماء وإعمار هي حرب قلت أنا الحرب هو تح... هو هو شك... هو إعمار. أنت قلت منطق لابد منه معناها من... حتمية تحب تقول. منطق بعد منطق اللي عبر عليه القرآن تدافع بين الناس. يعبروا عليها من جملتين بالديناميكيه او الاليه المحركه من بعد احمد انا قسمت على اثنين قسمت على اثنين الصورات هذه وكذا الى اخره ذكرتها كل والمنطقه الثانيه التي شركة الدماء جت الاديان باش تخفف تخفف من المعاناه اللي يعانيها الانسان من الثوره والحقره والى اخره هذيك الاديان هذيك ذكرتها كل جميل جدا خلينا نختم لنا وصلنا وصلنا الوقت الحصه اليوم ساعه كامله حصه والكتاب شيق أنا ماذا بيا ماذا بيا ما تنتهيش يعطيك وم... صحة وث... واثرت فيا ك... وتكون في حصين او ثلاثه حصص انا عارف وربما اسعين حتى ب... ب... باساتذه الفلسفه وغيرها ولكن الشيء الشيء اللي عجبني انا اثرت كثير من النقاط اللي م -م. في حاجه الى قراءة وفي حاجه الى رد م -م. في حاجه الى الى نقد هذا الكتاب وما يتضمنه كي نقول النقد لا نقصد النقد السلبي او كذا بل في حاجه الى قراءه له وضوابط من وجهه نظر منهجيه علميه اكاديميه حتى تكون هناك صياغات لهذا الكتاب في سياقات علميه وفكريه يسهل فهمه بهذه بالناحية ايضا راح نطرح سؤال عام ربما نختتم به استاذي اليوم هناك مفهومين للحضارة على مستوى العالم ربما ملك بن تحدث عليه أرنولد تويبي والكثير من الذين تحدثوا عن هذا هذا هناك من يقول باللي الحضارة الآن بالمفهوم المادي والذي نشهده في أوروبا الآن ذهبت إلى تدمير الطبيعة تدمير الإنسان أصبح الإنسان يتزوج الإنسان أصبح الإنسان حاب يخرج من من نسقه ومن ملته تحكي عليها أنت الإنسانية او من سلاله الانسانيه الى سلاله اخرى حيوانيه منهم من من غير في وجهه عبد الشياطين مثلا منهم اليوم ما يسمى بالجينوم او ما يسمى بهذا الموضوع تاع ربما الطبيعيين الجنوسة الذين يتحدثون على مرأة تبني تتزوج مرأة والرجل يتزوج والكنيسة تعقد لهم المجتمع الأوروبي الآن فيه صرخات كثيرة تعيط على أن هناك دمار سوف يحل بهذه المجتمعات ويذهب بها إلى الفناء بينما حضارة أخرى مبنية على القيمة الإنسانية على, على الروح مبنية على التسامح مبنية على احترام طبيعة الإنسان احترام الفطرة التي خلقها الله عليه الرجل الرجل والمرأة مرأة احترام على الدور لكل شخص الرجل دوره في الحياة المرأة في دورها هذا عن الأسرة العائلية الممتدة والعائلة والأسرة التي تدمر الآن في الغرب الآن ما عادش فيه أسرة كانت ما يسمى بالأسرة النووية الآن ما عادش فيه أسرة عاد فيه ربما بنوك هو هو لـ 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 لزرع الأعضاء فهمتك في السؤال سؤال فهمتك سؤال هناك حضارة تريد أن هو تلملم هو الإنسان وتحافظ على إنسانيته وقيمته وحضارته والطبيعة الخلق الله عليها وبالإنسان حب يغير بالحضارة حضارة حاب تغير من هذا الإنسان بواحد المنطق جنوني وتتحدى الموت وتتحدى هذا النموذج ويحب يخرج على الفطرة لفطرة الله عليها يحب يبدل يقول لك هذا الجسد هذا الجسد هنا ولا نتحكم فيه حتى واحد فمفهوم الحرية في حد أنا حر أفعل ما شاء <applause> <انت> هو هو <applause> نقول لك هو عندتها بعنوان منظور الحداثه من نظر الحداثه في الميزان الحداثه في الميزان التي اثارها نيتش وفراد وكارل ماركس ومن بعد جت جت المرحله الاخيره المرحله الاخيره هي هي النظر الى الحداثه بمنظور مغاير كيف؟ بمنظور مغاير هي مدرسه فرانكفورت. معناها ان في, م... في المرحله الحدثيه ألهوا العقل. يقولوا همك هم تأليه العقل تأليه العقل ولكن كل شيء يصدر عقل؟ مدرسه, مدرسة فرانكفورت قالت لك لا، قال لك العقل هذا نعلموا الناس كيفاش يكون أداة ولكن هذا مفهوم أد... إسلامي أداة لا بالعقل بك. الإسلامي ما مجدوش... الإسلاميين ولا الحداثيين العرب ما يقدوش يتكلموا في الحداثة وما عندهمش حق باش يتكلموا فيها. وش الحداثه وش الحداثه؟ الحداثه هي من قضيه العقل فلسفه لا الحداثه الحداثه هناك هناك من القرن 16 حتى ملقان لا لا ملقان هناك كثير من الفلاسفه المسلمين والعرب واستطاعوا مش يتحدثوا اكثر من الاوروبيين في الجانب هذا لان الجانب هذا موش مادية لما نتحدث في الحداثه فهمك لا أنا مش قضيه الحداثه مش حداثه في قضيه مفهوم العقل هناك من يؤله العقل وهناك من يشوف العقل هو اداه حكم إيه؟ هو وظيفه الله سبحانه وتعالى اعطى العقل هذا هو نور قبس من نور للانسان مش يعيش به في نطاق محدود في, إيه في نطاق إيه استثمار الارض من إيه الاحاطه إيه 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 بالاشياء هي الله سبحانه وتعالى الذي إيه يحيط تاليه العقل هو كل ما يصدر على العقل فهو حقيقه إيه وما لا يصدر على العقل إيه فهو خطا سرديات او سرديات إيه حتى العقل في حد ذاته الان الا ترى العقل عاجز في كثير من الاحيان اذا كثير القضايا الكبرى حتى في الكون وفي مظاهره وفي طبيعته وفي نشوءه وفي, وفي مآله وفي كل شيء يبحث, يبحث. هو هو نقول لك هو نقول لك الحضاره الاوروبيه الان اي تصحح في نفسها م. وتحاول تكون جراحة ومع الوقت تحسن امورها ما تستنى حفسان في العرب ولا المسلمين او الغيرهم باش لا نقول الانسان مهما كان العرب هم بشر لا نقول لا, لا نقول الاوروبيين ما انسان <applause> كيفاش ما كاش انسان؟ ما عدا الاوروبيين أوروب... فهم متخلفون كله موكي... متخلفين مدنيا متخلفين ثقافيا متخ... لا لا ما عدا الاوروبيين متخلفون معناها الاوروبيين هم المتطورون هم المتطورون وما عداهم متخلفين جد جد. ربما تقصد الحضاره الاوروبيه تسن... ولكن تقصد و... بالعقل نقول لك نقولك نقول لك هذا هذا ب... هينتينغتون انت في صراع الحضارات روح آه، ذكرتها ذكرت في صراع الحضارات ذكرتها في اي كيف فرانسيس فوكاياما هذا معروفين المدرسه آه اللي معروفه انت تنكتر يقول؟ يقول ان الـ ان الـ ان, أن, 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 أن كاين سبع ثقافات وقال الوقت هذا ومسأ... سبع حضارات لما يقول ثقافات هو يسميها ثقافه انا قريتها وصنفها اي قريتها كامل وعندي الكتاب كامل يخلط ما بين هو خاطر يقول قوميه خاطر يقول ثقافه خاطر يقول حضاره الى اخره ولكن راكم من النساء الذين أصحاب فكر متطرف يدعون إلى صدام الحضارات. يعني جايك ويقول بأن الحضارة الغربية هي الحضارة المتطورة وكل الحضارات أعدال الحضارة الغربية. مم فكر فكر بوش. وجماعة كل لا تسمح لي برك خليني نكمل إيه نكمل لأن أنت أديت في مجال آخر. لا, لا, لا بالعقل لا باش باش نجيك. مش معني تنطر صحيح لا لا لا, 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 لا لا باش نجيك فيه إيه؟ باش نجيك اللي يقول أن أخطر ثقافة هي الثقافة الإسلامية. على الغرب. على الغرب أهي. والثقافة الإسلامية فيها زوز فيها فيها المسلمون تاع السنة الذين يصلون ويصومون ويزكون والى اخره هذا لا باس بهم في رايه هو. وال... والاسلاميين هم الذين يحملون السلاح علينا وبالتالي يجب علينا ان لا, ن... لا... لا نجعلهم يخترعون ولا يؤسسون مركز. مركز, في, في, تصو ما ما في, مركز في, في تصورك انت هذا، في تصورك هذا. خليني أكملك نقطة. لا لا, لا واضح قريتها السموالي وعارف أفكارها كامل. مش هذه القضية. أنت الآن استدليت به وعلى أنه هو المتطور والأخرين متخلفين. إي. هذا هو. لا لماذا؟ لأن 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 لأنه لأن لأن الغالب، لأنه ايه. يمتلك القنبلة النووية. لأن, لأن التطور وش هو؟ اه. هو مفهوم تعمهم مش احنا، التطور هو الانتقال من مرحلة ألف إلى مرحلة باء. انت ما انتقلت قعدت في بلاستيك مسك متطور ما نقولوش عندهم حق عقليا لا سنة. ده ده سنة لا استنى شوي. شوي بالعقل بالعقل لانه هو يجي حتى الحضاره الصينيه وشوف فيها اكبر عدو والصين متطور وانتقلوا الان اول اقتصاد في العالم وروسيا كذلك ماهوش متطور متطور الصين لا, لا بعد الحدود متطور متطور في ماديا وفلسفيا والفلسفه والفلسفه الكونفوشيوسيه الان من اقوى الفلسفات الوضعيه حكمه وفلسفه وعدم فلاسفه كبار لماذا انت الان انحست الى الغرب فقط؟ ها؟ وهذا هو الصراع الدولي اليوم الغرب الحضارة انت لا, انت لا لان اليوم الغرب حضاره دوريه حضاره دوريه اليوم الغرب النقش في كتابك هذا خارج الكتاب الحقيقه نتحدث عن مآل الانسان من خلال هذا النسق الحضاري اللي اللي قايمه به اوروبا الان حول احتلال العالم وتدمير العالم الجديد اليوم اللي 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 القنابل رايتوا بيت ما يجري في غزه اليوم ما يجري في غزه اليوم باسلحه امريكيه في اباده الاطفال وقتل الاطفال وتقول لي هذه حضاره وهذه مدنيه ولكن ولكن, ولكن, ولكن الفلاسفه اين اين القيم الفلاسفه المعاصرين اللي مازالوا حيين تو انا نسيت من تو برك رامي 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 يكافحوا في هذه الاقطاع علاش جبت انت شو فيها اخطاء علاش الحضاره هذه جبتنا الحرب العالميه الاولى على جبتنا الاستعمار كلها على, على وسخنا كلها غدرت كل المشاكل الان في دمرت الطبيعه يعني في الحروب كلها هي من اوروبا مش من المسلمين الذي أبدى الهنود الحمر وبدائيين استراليا واحتلوا افريقيا وقتلوا الجزائريين وقتلوا كذا كلهم الغربيين ايه؟ هل نسمي هذه حضاره الحضاره جاءت لتدمر او لتعمر جاءت لتدمر وتعمر الحضاره هذه هذه فلسفتك انت الـ لا الـ لا هي هم بس فاهمين كيماك انت انت مبني الفلسفه على الصراع والمغالبه لا عندنا الفلسفه الاسلاميه مثال ما هي خلينا من الاسلاميه الحق لا, في كو... لا, لا نتحدث عن عن الحضاره الكونيه ككل ايه؟ الانسان اين ما كان حضاره دا دا كونيه كان خط انا ذكرتها هنا في الاخير حتى كان سمعنا نحطها هنا استنى شوي كنا كنا في لو نتحدث عن الحضاره الكونيه الحضار 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 على انها لا لا, لا كلمه كلمه بركه لما تثير انتباهك نعم نعم معناها معناها ان 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 الحضاره هي خط مستقيم كيف خط, خط مستقيم؟, مستقيم بدا بدا من المرحله الابتدائيه المتوسطه كما قلنا التقدمي كذا الى اخره وانتهت الان وش معناها كونيه معناها معناها كل الحضارات الموجوده الان الحضاره الصينيه العربيه الاسلاميه كلها اوروبيه تسمى لا لا مش الحضارة بالعقل, بالعقل, بالعقل هذا كمل هو اقمات لحق الاخرين في بناء الحضاره العالميه كي تقول لي انا حضاره وادي الرافدين ماهيش اوروبيه كي تقول لي حضاره الصين ماهيش اوروبيه لما تقول لي حضاره الفراعنه ليست اوروبيه حضارات أخرى شرقية وقيل أن الشرق هو أبو الحضارات م. بالعكس حتى الأوروبيين أول مرة حتى حتى الأوروبيين انطلقوا من شرق آسيا أول مرة عادة. الجنس الألماني م. هو جنس آري هو أبناء عموم الإيرانيين والأفغانيين م. كل مصدرهم آسيا م. آدم نزل في آسيا م. الحضارات الكبرى الهندية والصينية الضاربة في أعماق الطريق حضارات ليست أوروبية كيف يقول اليوم الحضارة هي الأولى والحضارة وهو نسق واحد مستقيم هي أوروبا كاملة دخلوا في أوروبا الحضارات القديمه كل دخلت في الخط العام تاع اوروبا جميل جدا <applause> نعم كمل اسئله سي لا نعطيك يعطيك الصحه بارك الله فيك بارك الله فيك تجاوزنا الساعه الان والحديث معك شيق ورائع اعطيني يا سيدي ملخص الحديث آه كلمه اخيره اشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في قراءه هذا الكتاب وتقديمه آه اعطيني آه ملخص الفكره كامله خلال هذا الكتاب ملخص في دقيقه, في دقيقة. المل... لا قلت لك تلخص الكتاب اي ملخص الكلمه الاخيره كلمه اخيره هذي... الكلمه الاخيره هي موجوده في ظهر الكتاب جميل قريتها اي ظهر أوه. الكتاب هذه كلمه اخيره كلمة ان القانون أي... العام للحضاره هو ان هناك المعطى وال... وال... والغرض والفرض والرفض وفر... والفرض والرفض والصياغه على اعتبار ان المعطى هو ما يمثل في الذهن قبل معالجه فكريه وهو الاصل منظور اليه من جهه انه مفروض مرفوض ومحل عمليه السياقه هذه فلسفه في قضيه بناء أوكي. المفاهيم معناها ان نعطي الكلمه الاخيره معناها لا مناص لنا ولا مناص لنا من ان نتحضر اذا لم نتبع اوروبا انت الاوروبيين الاوروبيين هل نتبعهم في كل شيء ولا؟ أه لأن دعا طه حسين لهذه الفكرة قبلك وطعوه كثير لكن هل ورب يقول ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هل نحن نترك ديننا ولغتنا وعمقنا الحضاري ونذوب في أوروبا أوروبا هي الحضارة هي المثل لا لا الحضار ماذا تقصد قل بل... لي ربما الجانب الحضار التطوري الجانب العلمي الجانب التكنولوجي الحضارة الأوروبية تكمل كما قال آه واحد تكمل في الـ في الانديفيدياليزم في الفردية الروح الفردية الروح الفردية الحرية الفردية أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا وتوضيحك لبعض الأفكار المتعلقة بهذا الكتاب فلسفة الحضارة وكتاب أين متواجد ربما يطلعوا عليه الناس موجود عند عند جابر النيد موجود في مكتبة مكتبة النيد بالقسم مكتبة النيد بالقسم في في العشاش سوق العشاش في سوق العشاش من اراد ان يقتني هذا الكتاب فهو موجود هناك بكم الثمن دايرة؟ 90 90 واش حتى غالي بالنسبه لحجمه والمجهود الذي بذل فيه سي محمد حفصي اشكرك جزيل الشكر 1000 مره آه آه واشكر آه. الذين تابعونا آه وشاهدوا معنا هذه الحصه اشكرك جزيل الشكر لا يفوتني ان يعني اشكر من يرافقني تقنيا هذا الصباح كابيلو هذا احمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى موضوع آخر وكتاب آخر في حصص قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا إلى اللقاء